تتابعون الآن برنامج صحة وسعادة. للمشاركة في البرنامج يرجى الاتصال على الرقم 600-55-1414 أو عبر الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي. صحة وسعادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صباحكم الله بالخير. فهذا اليوم الجميل، يوم الاثنين من هذا الأسبوع الجميل إن شاء الله. مرحبا بكم في برنامجكم، برنامج صحة وسعادة. هذا البرنامج الذي تقدمه لكم هيئة الصحة في دبي بالتعاون مع إذاعتنا المتميزة إذاعة نور دبي. طبعا ما تحتاجون تذكير أن هذا البرنامج هو برنامجكم في الدرجة الأولى، نتستقبل من خلاله ملاحظاتكم، آراءكم، في شكر حاب تقدمونه لأي حد، في ملاحظة على أي حد، على أي مؤسسة، على أي شيء له علاقة بالقطاع الصحي في الإمارات بشكل عام وفي دبي بشكل خاص. فالهدف هو الوصول للمركز الأول في جميع الخدمات. نرحب بكم، هذه محدثتكم دكتورة ندى الملة، طبعا زميلي محمود لازال في الإجازة الجميلة وإن شاء الله بيرجع لنا الأسبوع القادم، نتمنى له كل السعادة والوناسة في الإجازة. اسمحوا لي وشي رحب بالمخرج المبدع اللي معاي اليوم أيمن سرحي، صباحك الله بالخير، ومعاي بعد عيسى سبيل، مخرجين ومذيعة. شكرا لوجودكم معاي، يعطيكم ألف عافية. في بداية اليوم شو رأيكم أذكركم أول شيء برقم التواصل عشان تتواصلون معاي على مدار ساعة كاملة على الهواء. أرقام التواصل الاتصال على 600-55-1414 وللرسائل النصية على 4006، وموجودين لايف على أكاونت نور دبي وعلى أكاونتي في الانستغرام، ولكن أكاونت هيئة الصحة في دبي مشغول حاليا في معرض دبي للإنجازات الحكومية، فيمكن بعدين يسلفونا إياه شوي نطلع لكم بعد لايف على أكاونت. إنزين، بداية هذا الصباح نعطيكم دراسة جميلة. شو تقول الدراسة؟ إذا اعتدت الجلوس لفترات طويلة قد تعجل من خطى سقوطك فريسة للشيخوخة. كلام كبير. يقولكم كشف باحثون أمريكيون من خلال تقييم حالات أكثر من 1500 سيدة مسنة اعتدنا على الجلوس لساعات طويلة ومارسنا النشاط الحركي والرياضة بصورة أقل عن خلايا بها علامات بيولوجية أكبر من 8 سنوات عن عمر المرأة الحقيقي. وقال الباحثون أن النتائج التي تم التوصل إليها تكشف أن لدينا خلايا تتعرض للشيخوخة مع نمط الحياة المتراخي غير النشط، وفي كثير من الأحيان تكون أكبر عمرا من عمرنا الحقيقي. وأجرت الدراسات على مجموعة من النساء تراوحت أعمارهن بين 64 إلى 95 عاماً، أجبنا على استبيان حول مستويات نشاطهن وأنماط حياتهن. وأكدت نتائج الأبحاث أنما كلما نجحت النساء في عيش حياة نشطة كلما تراجعت فرص شيخوخة الخلايا بل والحيلولة دون الوقوع فريسة للأمراض المختلفة مقارنة بالنساء التي لم يمارسن أي نشاط حركي. يعني شو تقول هالدراسة؟ تقول إن النساء اللي تمت عليهم الدراسة لما مارسوا نشاط رياضي وكان يجلسون ساعات طويلة لقوا علامات بيولوجية في أنسجتهم وخلاياهم كأن أعمارهم أكبر من عمرهم الحقيقي ب8 سنوات. طبعا احنا دائما نشدد على نمط الحياة الصحي، ودائما نشدد ان نمط الحياة الصحي لازم يشمل نوع من انواع الحركة او الرياضة، ودائما احنا ننصح الناس نقول لهم الطبيب لما ينصح ويقول لازم تمارس نشاط رياضي ليس معناه أن أدفع فلوس وأسير إلى نادي رياضي وأكلف على نفسي وأشتري جهاز رياضي مكلف. أرخى الرياضة المجانية والمتوفرة في جميع الأماكن هي رياضة المشي. أنا دائما أنصح مرضاي أرخص رياضة رياضة المشي، تستطيع تمارسها في كل الأوقات في جميع الأماكن، لا تكلف. الشيء الوحيد اللي بيتكلف المريض اللي هو تكرمون الحذاء الرياضي، ضروري جدا لما نمارس رياضة المشي لازم يكون لدينا حذاء رياضي مناسب، لأن إذا لم نلبس الحذاء المناسب شو اللي يستوي؟ ممكن بعدين تينا آلام في الظهر وفي الساق، فإحنا نكون نطلع من مشكلة إن نمط الحياة غير الصحي إلى مشاكل آلام الكتف والظهر والأقدام. فهذه دعوة لنا جميعا لممارسة أي نوع من أنواع الرياضة اللي نحبها، ممكن نص ساعة في اليوم مدة 5 أيام في الأسبوع، صدقوني يأثر وايد في طاقتنا، في تفكيرنا، في حياتنا، حتى يبطئ فرص ان احنا نروح الى الشيخوخه. وطبعا هذا هو حلم الجميع، ما حد يبي شيخ. صباحكم الله بالخير.
نشوف على أكاونت. صباحكم الله بالخير. شكرا. السلام عليكم. عليكم السلام. مستمعتنا أمون تقول شارية جهاز مشي الله وكيلك صار أثاث. لا أعرف هذا في وايد جهاز مشي يستعقب علاقة للثياب ينشرون عليه الفوط والثياب الناس. وايد مرضى قالوا لي هذا. شو رايك في سكيتشرز؟ سكيتشرز هو نوع من أنواع الأحذية اللي تنباع. في منها نوع مخصص للرياضة ترى. لو رحتوا محلات الرياضة تلاقون اسألوا دائما البائع أنا أبا للمشي أو للجري. حتى في يفرق ترى للمشي غير وللجري غير. فاشتروا دائما الحذاء المناسب. وترى شراء الحذاء المناسب هو عبارة عن استثمار. يعني أنا أستثمر أدفع فيه مبلغ أستثمر فيه زين عشان أستثمر في صحتي أنا. فلا يغني المبلغ الرخيص أو الحذاء اللي يزعمون هو رياضي هو أصلا مو رياضي. فنستثمر في حذاء رياضي رح يعيش معاكم فترة طويلة. في عندنا مستمعنا الدائم أكتوبر كريستوفر أعتقد الأمل يقول لنا يلا هو بيعطينا رسالة إيجابية لليوم. الأمل لا يأتي من الفراغ ولا يستحدث من العدم. هناك قيمة إيمانية عميقة هي التوكل على الله والثقة به وإحسان الظن. صح وسانك صحيح. صباح الخير. صباح النور. هاي مستمعتنا أمون تقول دوامي من الساعة 7 للساعة 4 مكتبي شو نسوي؟ ممكن تمارسين الرياضة الحركة في المكتب كل ساعتين لساعة ونص نمشي لمدة 5 إلى 10 دقائق بس نمشي في المكتب. وبعد ما نرجع من المكتب يا أمونة نمشي نص ساعة ردي البيت ارتاحي. معنى والله ما أيد أن ترجعون البيت. عفوا شو يصير من نرجع البيت خلاص نتعب ما نبغى نطلع مرة ثانية. فمن المكتب روحي سوي مشي نص ساعة وعقب ردي البيت عشان ما تتكاسلين تقولين تكاسلت. فهذه رسالتنا لليوم. اليوم طبعا عندنا فقرات جميلة وعندنا ضيفة معظمكم شافها حاليا على أكاونتي الخاص وأكاونت نور دبي بتكون معانا إن شاء الله بعد الفاصل. رسالة إيجابية أنا أخذتها من أكاونت الإنستغرام بس في رسالة إيجابية جميلة وصلتني اليوم على التليفون الصبح أقولكم إياها. كانت رسالة إيجابية تقول التفكير بإيجابية في بداية الصباح يستطيع أن يغير معالم يومك كاملا. كيف يعني؟ يعني أنا لو أنا نشيت أول الصبح وكان تفكيري إيجابي عن يومي هذا اليوم اللي أنا بعيش فيه اليوم صدقوني تحسون أن الدنيا يعني باجي يومي يمشي كأنه تساهيل. بينما خلنا نصحى الصبح ونخلي فكرة سلبية واحدة في بالنا مثلا أو اليوم يوم عندي عمل طويل اليوم عندي مهمة في العمل صعبة ما أعرف كيف بأديها. تلاحظون أن يومكم ما يمشي بالطريقة اللي أنتوا تبونها. فهذا يعمل على قانون الجذب. وقانون الجذب يا جماعة مهم جدا للصحة. ممكن الناس تقول زين دكتور هذا كيف علاقة بالصحة والسعادة؟ هو كله مترابط ببعضها. الإيجابية اللي مرتبط بالسعادة السعادة تؤدي إلى صحة أفضل. الناس السعيدين دائما يستطيعون يعيشوا حياة أطول بصحة أكثر تقل عنهم الأمراض يقل عنهم الأمراض النفسية والعضوية وغيرها. فإحنا عشان شي دائما أكد على الإيجابية. الإيجابية شيء جزء لا يتجزأ من صحتنا ومن سعادتنا. صحيح يا أيمن؟ شو رأيك يا عيسى؟ خلنا كنا نكون أفكارنا إيجابية من الصباح. صدقوني عن تجربة لما نشي الصبح وفي بالي فكرة سلبية واحدة أحس أن اليوم كله ما تضبط مخططاتي. ولكن إذا أنا صحيت الصبح وخليت في بالي أفكار إيجابية أن يومي إن شاء الله رح يعدي بالطريقة اللي أنا أبغى صدقوني بتوفيق طبعا بتوفيق من رب العالمين يمشي اليوم حسب المخطط. وبما أننا قلنا هذا الكلام نعطي المستمعين بريك قصير ونرجع بعده. فهذا فاصل ولا تروحون بعيد تمو عشان نواصل فقرات برنامجكم برنامج صحة وسعادة. صحة وسعادة ورجعنا معكم لنتابع فقرات برنامجكم برنامج صحة وسعادة. طبعا قبل البرنامج عطينا المتابعين على الانستغرام مثل يقول لك هنت صغير عن منو الضيف المعانا في الاستوديو. ولكن مستمعينا عبر الإذاعة احنا بنقول لكم الحين حققت إمارة دبي نجاحا ملموسا في تجربتها الصحية وتعزيز مكانتها العالمية على خارطة السياحة العلاجية لتكون بذلك الوجهة المفضلة لطالبي العلاج والاستشفاء على مستوى المنطقة. للحديث عن هذه التجربة يسرنا أن يكون معنا في الاستوديو الدكتورة ليلى المرزوقي رئيس مجلس السياحة العلاجية في هيئة الصحة في دبي. صبحت الله بالخير دكتورة ليلى. صبحت الله بالنور.
نور وسرور. نورتنا اليوم دكتورة في الاستوديو، دائما نسعد باستضافتك مرة أخرى. بوجودك يا دكتورة، وما شاء الله بعد الكلام الحلو اللي قلتيه الصبح ما ينقال بعده كلام يعني. حبيبتي احنا بس نسخن المستمعين حق الفقرات الثجيلة اللي فيها معلومات وفيها يعني هي لب برنامج صحة وسعادة، احنا نعطي توعية للمستمعين البرامج المهمة في الإمارة، الخدمات المهمة الصحية مثل اللي تقدمينها. جزاك الله خير. الله يخليك. انزين دكتورة ليلى، بما ان احنا قلنا عن تجربة دبي الصحية، خلينا نعرف المستمعين شو مقصود بتجربة دبي الصحية. جزاك الله خير دكتورة على الاستضافة وعلى هالبرنامج الجميل، وطبعا المذيع دائما يحل البرنامج وانت ما شاء الله يعني محلية البرنامج بزيادة. حبيبتي شكرا. الله يسلمك. أنا قبل لا أبدأ بأقول شو هي تجربة دبي الصحية، أحب أعرف المستمعين شو معنى السائح العلاجي. السائح العلاجي هو أي شخص يترك بلاده ويروح يتعالج في دولة ثانية لأي سبب من الأسباب، يعني هالأسباب ممكن أنها تكون الخدمة هاي مو موجودة في بلاده، أو أن الجودة الخدمات اللي موجودة في الدولة اللي سافر لها أحسن من المكان اللي هو موجود فيه. فالمهم أنه يروح دولة ثانية بقصد العلاج، ومو فقط بقصد العلاج دكتورة، لأنه ممكن أنه يسافر بقصد الولنس الصحة العامة. صحيح. يعني في ناس مثلا يسافرون علشان المياه الحارة، مثلا مياه الينابيع، أو مثلا حق العلاج الطبيعي مثلا، أو مثلا يسافرون عشان العمليات التجميلية. صحيح. يعني مو عمليات تجميلية قد تكون علاجية قد لا تكون علاجية، يعني مو بشرط أن دائما الرحلة تكون علاجية. والمفهوم هذا موجود من فترة طويلة، يعني من سنين، من سنوات عديدة يعني، لكن الحمد لله نحن في دبي تبنينا الفكرة هذه في فترة وجيزة، حققنا الكثير في المجال هذا طبعا بدعم من القيادة العليا، وكذلك دعم من معالي حميد القطامي الله يحفظه، وحققنا إنجاز كبير. ودبي معروفة أصلا إذا أخذت أي مشروع تقطع خطوات كبيرة في فترة وجيزة، والحمد لله نفس الشيء نحن حققناه في مشروع السياحة العلاجية. الحين أرد لسؤالك. اللي ما معنى تجربة دبي الصحية؟ هي تجربة دبي الصحية أو دبي هيلث إكسبيرينس بالإنجليزي، هي طبعا أنا العلامة التجارية للسياحة العلاجية لإمارة دبي هي DXH، تجربة دبي الصحية دبي هيلث إكسبيرينس. يعني هاي العلامة هاي كلها كجملة واحدة يعني. صحيح. فهذه العلامة التجارية لإمارة دبي اللي هي DXH، ونحن بنتكلم إن شاء الله عن الشبكة الإلكترونية اللي سويناها اللي بعد اسمها DXH.ae، والتطبيق الذكي بعد اللي هو DXH. فنحن وحدنا العلامة، اسم العلامة التجارية على كل الابليكيشنز، كل التطبيقات الموجودة عندنا. وإذا تلاحظين دكتورة أن تجربة دبي الصحية، لأن الاكسبيرينس يعني تجربة. صحيح. يعني الواحد السائح سواء الزائر بقصد العلاج أو بدون بياي بس سياحة، هو تهم أن الاكسبيرينس والتجربة هذه تكون ممتعة. فدبي مركزة على هذه الناحية حتى في العلاج. صحيح. من هم الأعضاء أو الشركاء معاكم في هالتجربة الفريدة، تجربة دبي الصحية؟ أيوة، نحن في خلال المشروع هذا قدرنا أن نضم عدد كبير من الشركاء تحت مظلة واحدة اللي هي مظلة هيئة الصحة في دبي، مظلة DXH، سواء من القطاع الخاص أو القطاع الحكومي أو القطاع شبه الحكومي. طبعا القطاع الخاص نحن ركزنا على المنشآت الصحية الخاصة من المستشفيات والعيادات ومراكز جراحات اليوم الواحد، ونحن شكلنا مجموعة سميناها المجموعة هاي نفس DXH جروب، يعني ما غيرنا اسم العلامة التجارية هذه، وطلقناها على مثل ما قلت في البداية على كل النشاطات اللي نسويها بعد. والمجموعة هذه هي تضم 45 منشأة صحية خاصة، نحن نختارهم على حسب معايير معينة
نحطها عندنا، ومعايير يعني تضمن الجودة وتضمن سلامة المرضى، وعلى أساسه نختارهم ونسوي نحطهم على الشبكة الإلكترونية، ومن خلالهم وخلال الشركاء الثانيين الموجودين معنا كالإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب، وكذلك نحن في تعاون مع دائرة السياحة، وكذلك شريكنا والناقل الرسمي لإمارة دبي طيران الإمارات. صحيح. وطبعا مركز الإحصاء عشان ما يزعلون مني، عشان ما يزعلون. هاي تحية لجميع الشركاء الموجودين في تجربة دبي الصحية، ويعطيكم ألف عافية. طبعا هو الشراكة لما يكون عمل جماعي تنجح أي تجربة، تجربة لا تعمل لا تنجح بعمل فرد واحد. اتحاد قوة قالك. اتحاد قوة أكيد. فهذه تحية لجميع الشركاء من غير ذكر أسماء عشان ما حد يزعل. زين دكتورة ليلى، أنت ذكرتي إن في بوابة إلكترونية وفي أبليكيشن هو DXH، شو المعلومات اللي ممكن واحد يحصلها من خلال التطبيق الإلكتروني لتجربة دبي الصحية؟ أي إحنا عندنا الشبكة الإلكترونية DXH.AE موجودة باللغة العربية والإنجليزية، وحين احنا في طور ان نترجم اللغه الشبكه الالكترونيه هذه للغات ثانيه علشان نستقطب اكبر عدد من الزوار من دول العالم الى الاماره عشان يحصلون على المعلومات. وكذلك عندنا التطبيق الذكي على الايفون وعلى الاندرويد اللي هو يقدرون ينزلونه من على تلفوناتهم وهواتفهم الذكيه دي اكس اتش. هذا التطبيق الذكي وهاي الشبكة الإلكترونية هذه أول شبكة إلكترونية شاملة عالمية أطلقتها إمارات دبي، أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد الله يحفظه في شهر إبريل 2016. وهذه الشبكة يحصل عليها السائح الإلكتروني على جميع المعلومات اللي يحتاجها، يعني نحن حطينا عمارنا في مكان السائح العلاجي مثل من أي دولة، ولا مرة سمع بإمارة دبي ولا مرة يا علاج فيها. فشو بيحتاج؟ بيحتاج أوكي وين هاي، شو إمارة دبي، وين تقع، شو فيها، شو ممكن أنا أسوي من النشاطات والأشياء اللي ممكن أستانس فيها مثلا. صحيح. فهاي من هاي الناحية. إنزين أنا وين بسكن يوم بإمارة دبي؟ ففي فنادق، معلومات علم فنادق في الشبكة الإلكترونية. إذا أنا أي طيارة بأخذ يوم بسير إمارة دبي؟ طيران الإمارات موجودين معنا. إنزين إحنا يوم بسير بسكن ووصلتنا إمارات دبي بسير بتعالج، شو أحتاج حق العلاج؟ زين بأشوف المنشآت الصحية الموجودة في الإمارة. صحيح. إنزين هاي المنشآت يمكن هاي منشآت يمكن تكون تجارية حاطة اسمها، قلنا لهم لا، في معايير معينة هيئة الصحة اللي هي حكومة دبي تشرف على هاي الهيئات اللي المنشآت الموجودة على الشبكة الإلكترونية، وعندنا أكثر من 45 منشأة صحية معنا. وبعدين قلنا أوكي السائح العلاجي بيحتاج معلومات عن الطبيب اللي بيعالجه. صحيح. حطينا معلومات عن الطبيب وحطينا اللغات اللي يتكلمها الطبيب. إنزين الحين عرفت الطبيب وعرفت المستشفى، حين بسوي موعد، فعن طريق الشبكة الإلكترونية ممكن إنه قبل حتى لا يسوي موعد ممكن إنه يسأل طب يختار طبيبة ويسأل الأسئلة اللي يباها، وعقب يسوي له موعد مع الطبيب هذا. احنا ما اكتفينا بالباقات العلاجية اللي حطيناها، وما اكتفينا بالمعلومات عن الفنادق وحجز الفنادق وتذكر طيران الإمارات، بل إن إمارة دبي تميزت بعد إن حطينا حقوق وواجبات المرضى. عنصر الشفافية ركزنا عليه وايد، لأن السائح يومي من دولة ثانية يقول زين أنا شو واجباتي، أنا شو حقوقي، شو حقوق واجبات الدكتور أو الممرضة اللي بتعالجني. صحيح. فهي كلها موجودة على الشبكة الإلكترونية. وبعدين نحن بعد سوينا شيء ثاني، بأن إمارة دبي أطلقت، هيئة الصحة في دبي أطلقت بورتال، يسمون البورتال بالعربي هاي ترجمة صعبة. المهم يعني تقديم، يعني بإمكان السائح العلاجي إنه يقدم شكوى طبية عن طريق الشبكة الإلكترونية اللي موجود عندنا، شبكة الإلكترونية موجودة عندنا، وهو ما يحتاج إنه يكون متواجد في البلاد إنه يقدم هاي الشكوى. وبعدين نطمن السائح العلاجي نقول له ترى هيئة الصحة اللي هي تابعة لحكومة دبي هي اللي بتاخذ حقك. صحيح. هي اللي بتشوف، بتتابع موضوعك وبتتابع الشكاوي الطبية، إذا لا قدر الله صار شيء واحتاجت أن ترفع ملاحظة عن العلاج اللي حصلت عليه. ممتاز. طبعا دكتورة ليلى مثل ما تشوفين المنشآت الصحية في دبي قاعد تاخذ اعتمادات دولية للمستشفيات والمراكز، فهل الاعتمادات الدولية أكيد تعزز
موقف دبي في خريطة السياحة العلاجية، فممكن تقولينا شو يكون الرابط بين الاعتمادات الدولية وبين تعزيز موقع دبي للسياحة العلاجية؟ طبعا سؤال وايد جميل، لأن من ضمن العوامل اللي تخلي المريض يترك بلاده وأي بلدة أي دولة ثانية بقصد العلاج جودة الخدمات الطبية في الدولة اللي سافر لها. ونحن الحمد لله مستشفيات اللي موجودة في إمارة دبي أكثر من 85% حاصلين على الاعتمادات الدولية، والمستشفيات الثانية 15% الثانيين هذيل بعدهم مستشفيات جديدة حين في طور إنهم يأخذون الاعتمادات الدولية. والاعتماد الدولي هو نوع من أنواع إن نحن نضمن جودة المنشآت وجودة الخدمات الطبية الموجودة في إمارة دبي، والحمد لله هذه الحصول على الاعتماد هذا ضمن من معايير نحن نأخذ المنشآت هذه إنهم يكون ضمن مجموعة DXH Group. ممتاز. كلمة أخيرة في نهاية لقائنا الجميل معك للناس، رسالة بخصوص السياحة العلاجية أو فكرة حابة تشاركي فيها المستمعين. قبل لا أقول الفكرة هذه إذا سمحتي لو الوقت يسمح تفضل. إن بعد فضل التايم إن نحن حطينا بعد التأشيرة للسائح العلاجي بالتعاون مع الإدارة العامة للقانون وشؤون الأجانب، وكذلك عندنا التأمين الخاص للسائح العلاجي اللي يعطي يعني نوع من الأريحية لا قدر الله صار شيء، التأمين إن شاء الله يعني بيتكفل بعلاجه وبيتكفل بإنه يرجعه هو حد من أهله للإمارة ويتكفل بالتذاكر والفندق بعد. هذا في سؤال يقول هل يوجد تأمين سياحي للسياح؟ هي نعم، تأمين السائح العلاجي. السائح العلاجي موجود. هي وبعد تعرفين يعني المبلغ وايد بسيط يعني 150 درهم ويحصل على إنه لا قدر الله صار تعقيدات ولا خطأ طبي إنه هو يرجع لإمارة دبي، هاي على حساب التأمين، إقامة كلها على حساب شركة التأمين. ممتاز. الكلمة الأخيرة تبيني أقولها؟ تفضلي. مشكورة. الكلمة الأخيرة أقولها، نحن في إمارة دبي نحن نرحب كل الزوار اللي يجونا بقصد العلاج. عندنا كل سائح يومي إمارة دبي بقصد العلاج بيحصل اللي هو يطمح له، يعني نحن عندنا أفراد مهنيين يتحدثون 110 لغات، يعني يوم أي دولة بتي يعني تقريبا بتحصل حد يعرف لغتك يعرف طبايعك وبيتأكد أنه أنت اللي تحتاجه كسائح إن شاء الله بتحصله في إمارة دبي إن شاء الله. شاكرين لك دكتورة ليلى المرزوقي رئيس مجلس رئيس مجلس السياحة العلاجية بهيئة الصحة في دبي، كان لقاءنا معك جدا جدا جميل، شاكرين كل المعلومات ويعطيكم ألف عافية. شكرا على الاستضافة. شكرا لك. الله خير. نروح فاصل يا أيمن. أوكي نروح فاصل ونرجع بعد هذا نواصل فقرات برنامجكم برنامج صحة وسعادة. صحة وسعادة. ورجعنا معكم لنتابع فقرات برنامجكم برنامج صحة وسعادة. ضمن مشاركتها بفعاليات معرض الإنجازات الحكومية المقام حاليا بمركز دبي التجاري العالمي، تستعرض هيئة الصحة بدبي حزمة من خدماتها وحلولها الذكية بما فيها الصيدلة الذكية التي سنتعرف عليها من خلال استضافتنا اليوم للدكتور علي السيد مدير إدارة خدمات الصيدلة بهيئة الصحة في دبي. صبحك الله بالخير دكتور سيد، نورت الاستوديو. وجودكم الله يخليك. دكتور سيد، أول شيء نعطي فكرة عامة عن مشاركتكم في المعرض وأبرز ما تقوم به الخدمات المعروضة في معرض دبي للسياحة العلاجية. طبعا مشاركتنا احنا تقتصر على الصيدلة الذكية والخدمة هاي طبعا أو تبنت الهيئة يعني من سنة 2016 وإن شاء الله في سنة 2017 نتوسع بالخدمة هذه، وهي تختصر على جزئيتين. أو الجزئية الأولى هي الخدمات الصيدلة أو الصيدلة الذكية في المرضى الخارجيين اللي هو outpatient pharmacy، زائد الخدمات للمرضى الداخليين اللي هي inpatient services في الصيدلية. الروبوت طبعا أطلق في مستشفى راشد والحمد لله بنجاح،
وطبعا اللي كان دور جيد يعني في سلامة المرضى وطبعا إسعادهم وتقليل مدة الانتظار وطبعا تقليل الأخطاء الطبية. صحيح. الشيء الجزء الثاني ان طبعا الصيدلية الداخلية اللي هي الانبيشنت سيرفيسز ان شاء الله راح تنطلق في خلال شهر او شهر ونص القادمين، وحيتم طبعا مستشفى راشد يقدم خدمات ذكيه للمرضى الداخليين بحيث انه يكون خدمات طبعا متكامله في المستشفى تخدم سلامه المرضى وتخدم طبعا تقلل او تمنع من الاخطاء الطبيه ان طبعا من الاطباء او الممرضين او الصيادله. صحيح. زائد تقلل الانتظار للدواء نفسه، يعني مثلا يصل الدواء في الوقت المحدد اليه من قبل اللي حدده الطبيب بحيث انه يوصل وياخذ ويعطى للمريض. صحيح. زائد جيدا شيء ثاني نعرف احنا الدواء عهده، فهي في كنترول انفنتوري، يعني في كنترول على الادويه، وين طلع الدواء، وين صار الدواء، وين وصل، منو خذاه، كيف استخدم. ففي بهالاسلوب يكون في جزئيتين، جزئيه اللي هي كلينيكيه ومتكامله وعلميه متكامله لحفظ سلامه المرضى، وجزئيه ثانيه للانفنتوري اللي هي تحافظ على ممتلكات الهيئه وتحافظ. صحيح. على الجزئيتين هذين يكملون بعض. لما يطبق تطبق هذه الخدمات اللي هي خدمه المرضى الداخليين ووجود الخدمات اللي هي روبوت المرضى الخارجيين، راح يكون مستشفى راشد المستشفى الامثل الذي يقدم خدمات صيدلانيه متكامله وخدمات ذكيه وسريعه وتخدم سلامه المرضى، تخدم طبعا رضا العملاء، زائد تضع مكان او وقت كافي للاطباء والممرضين والصيادله للقيام بدورهم الكلينيكي ودورهم يعني لسلامه وعلاج وتثقيف المرضى. صحيح. دكتور، طبعا هل الصيدليه الذكيه تمت او شيء بدايتها في مستشفى راشد، فهل هناك خطه لتعميمها على مستشفيات اخرى أو مرافق صحية أخرى؟ نعم، في طبعا الهيئة بقيادة معالي حميد القطامي قامت يعني بتشجيع منه واعتماد. طبعا الهيئة عندها خطة معينة اللي هي بدأت في مستشفى دبي، مستشفى راشد آسف، وبعدين إن شاء الله تتوجه إلى مستشفى دبي في خلال سنة 2017 ومستشفى لطيفة وبعض العيادات اللي هي مثل مركز البرشة ونادي الحمر وزعبيل. وان شاء الله ننطلق منها من هذه المستشفى الاماكن الى مراكز ومستشفيات اخرى تابعه للهيئه مثل مستشفى حتى. وطبعا الهيئه ان شاء الله في هذه يعني في خلال الاشهر القادمه اللي هي لين شهر 6 راح يتم التطبيق في مستشفى دبي ايضا ان شاء الله. ممتاز. هالصيدلية الذكية دكتور، كم وصفة دوائية ممكن صرفها في الدقيقة؟ طبعا هي يعني الصيدلية الذكية ما لها حدود، يعني ممكن تصرف انت 100 وصفة في نفس، بس يعتمد على المساحة اللي عندك. ممتاز. فالروبوت اللي احنا عندنا اللي احنا تبنيناه واللي موجود عندنا في الهيئة يخدم 12 مريض في الدقيقة، فعندك فيها 12 أوتلت، يعني ال 12 أوتلت يطلقون 12 وصفة في نفس الوقت. لو كان في مساحة أكبر ممكن يطلق أكثر من هذا الرقم، بس هو 12 حاليا. وروبوت فيه ميزة أنه طبعا إحنا هيئة الصحة معتمدين شيء مهم، وخلى أبين أن إحنا عندنا السلامة مهمة، سلامة المرضى. صحيح. عندنا معتمد على الباركود الدواء، كل دواء، وهي الهيئة الوحيدة في الدولة أو أول هيئة في الدولة تبنت النظام الباركود عندنا. الباركود إحنا عندنا على كل دواء، فالدواء يعرف بالباركود. لما تطلع الوصفة من الطبيب تجي للسيستم بيسوي لها فيريفيكيشن، يتأكد منها الصيدلي بالباركود، يطلع سيل الروبوت يطلع الأدوية. فالروبوت يتعرف على الأدوية بالباركود. الحين في جزئيتين، جزئية أولى اللي هي الأدوية اللي هي في علب، العلب تطلع بعلب
أما إذا كان الأدوية المفتوحة اللي هي يسمونها لوس تابلتس تم تعبئتها عن طريق الروبوت، فالروبوت هو نفسه ذكي يتعرف على أي نوع من الأدوية ويذهب يحضرها، يعني الروبوت نفسه إذا كان لوس اللي هي مفتوحة يعبيها في كنتينرات ويسلمها للصيدلي. فبهالأسلوب يعني الروبوت هذا ذكي إنه بحيث إنه يخدم الصيادلة ويخدم ويعطيهم مجال صح. انهم يقومون بدورهم كمثقفين يعطيهم مجال انه في وقت يعني يعطي المعلومات الكافيه والوقت الكافي للمرضى. صحيح. فمثل ما ذكر دكتور علي السيد ان المميزات راح يكون في يعطي الصيدلين وقت اكثر. طبعا الحين الصيادله ما يكون عندهم وقت انهم يثقفون المريض كيف استعمال الدواء، اعراض الجانبيه، متى افضل وقت لاخذه. فمع استخدام الروبوت راح يكون في استخدام افضل للوقت لو يوقف في المريض قدام كاونتر الصيدلية بحيث الصيدلية يقدر يعطيه التثقيف الصحي اللي هو يحتاجه. زين دكتور علي، نتكلم عن أسبوع الماضي أصدرتم الدليل الخاص بتركيب المحاليل الوريدية، فممكن تخبرنا فكرة عامة عن هذا الدليل، من الفئة المستهدفة من هالدليل؟ طبعا احنا هاي ثاني دليل طلعنا الاول دليل الأدوية صحيح. واحنا الثاني واحد الدليل اللي هو المحاليل الوريدية تركيبه. هيئة الصحة احنا طبعا نفتخر ان احنا طلعنا هذا الشيء، وبعد يعني الفضل للقيادة صحيح. طبعا قيادة حكومتنا ورشيدة وتوجيهاتهم والتشجيع والتشجيع الداخلي في الهيئة من معالي حميد القطامي. طبعا يعني الدليل هذا عبارة عن طبعا فريد من نوعه، لان احنا هيئة الصحة قمنا ننافس العالمية أو قمنا ندخل في العالمية صحيح. والدليل هذا موجود في يعني تطلقها American Society of Hospital Pharmacists اللي هي ASHP في أمريكا، تطلقها الجمعية الأسترالية الصيدلانية الأسترالية. طبعا بعض الأماكن المؤسسات اللي هي الطبية أو تطلق بعض الأشياء، بس احنا عندنا الدليل هذا يعني في المنطقة فريد منه على أنه ما في يعني مثل هذا أطلق. الدليل هذا أطلق أنه يساعد الأطباء ويساعد الصيادلة والممرضين في أول شيء كيف يخلط الأدوية صحيح. الوريدية، يعني مثلا ممكن تفاعل يكون فيزيائي أو تفاعل كيميائي، فهو يبين لهم، أو في مثلا ما ممكن يكون مثلا كومباتيبلتي يعني اللي هو ما يتطابق معه مع من ناحية الفيزيائية أو من ناحية الكيميائية، فهذا يبين للطبيب قبل لا يصف الدواء أو للمرض قبل لا يخلط الدواء أو للصيدلاني قبل لا يخلط الدواء أنه والله ما ممكن تحط تخلط الدواء هذا مع هذا وتعطيه بالإبرة بالوريد في الدم. هذا واحد، وهي خطيرة جدا، لأنه لو كان أي تفاعل ممكن يكون يؤدي إلى طبعا آثار سيئة حتى إلى وفاة المرضى صحيح. هذا شيء واحد. الدليل فيه طبعا هي قائمة مفصلة بكيفية تحضير وتركيب إنزين الأدوية للاستخدام الوريدي، هذا صحيح. شيء واحد. اثنين، فيها طبعا دواعي استخدامها أوكي، كيف الجرعة للبالغين للأطفال وآثارها الجانبية وتداخلات الدوائية. الدليل يحتوي على بعد معلومات مفصلة عن كيفية تحضير المحاليل نفسها صحيح. مع مرجعيات عالمية. لأن اليوم احنا نتكلم حتى عن دواء يختلف من شركة، ونفس الدواء من شركة ثانية خلطة يختلف عن الثاني صحيح. زين، بعد في حسابات الصيدلانية كيفية التحضير، كيف تحسب الحسابات في المحاليل اللي متحضرها. وفي نفس الشيء الأسس والشروط، الوصف وصرف المحاليل، كيف شنو هي الشروط والأدلة وكيف تم يعني صرفها أو وصفها صح. بالهذا. فهذا الدليل يعني يحتوي على أشياء مهمة تخدم الأسرة الطبية، سواء من الطبيب أو من ممرض أو من صيدلة. هذه الأسرة اللي هي تعتبر اليوم هي أسرة متكاملة، تعمل مع في فريق واحد عمل صحيح. لتنتج، وهدفها المريض، هذا يخدمهم بحيث أنه يتم إنتاجيته. وإحنا هدفنا في النهاية، الهدف الأساسي هو إسعاد المرضى، والإسعاد هو يأتي من أنك أنت طبعا تحافظ على سلامتهم صحيح. والسلام هي فيها لها مثلا أسس، ومن أسسها هذه الأشياء هذه صحيح.
بما نتكلمنا عن السلامة دكتور علي، نتكلم عن مبادرة الدواء سلامة وعطاء اللي أطلقتها هيئة الصحة من مدة، بس حين نحب نذكر فيها المستمعين من فترة والثانية. دواء سلامة وعطاء طبعا أطلق في سنة 2012 والحمد لله طبعا يعني ناجحة الحملة، وبدأنا احنا نعطي يعني نجمع الأدوية مثل ما قلنا احنا سلامة لأنه يحافظ على المجتمع ويحافظ على البيئة، لا يتم إتلاف الدواء عن طريق الناس في بيوتها أو في يحطها في الحاويات أو في المجال المائية، بل يسلموها للهيئة وهي تقوم بإتلافها بشكل سليم. صحيح. مع هيئات أخرى. من ناحية العطاء فهي إذا كان واحد مثلا عنده أدوية فائضة نحتاج احتياج وما محتاجينها وممكن يعطيها ويشارك بها للناس المحتاجة فيسلمها للهيئة، والهيئة تقوم بدورها بتشيك عليها يعني هذا وتعبئتها في إلى بكراتين وتسليمها للهيئات الخاصة أو الجمعيات الخيرية اللي هي تقوم سلمها. والحمد لله إحنا يعني في السنوات الماضية يعني سلمنا للجمعيات وللهلال الأحمر يعني كراتين وبمبالغ يعني هذا بمبالغ جيدة يعني والحمد لله السنة هاي بعد من أسبوع يعني احنا خاطبنا الجهات المختصة في الهيئة واخذنا اعتماد المدير عام الهيئة وبحيث انه يتم التواصل مع فيهم السنة هاي في بدايتها أول يعني جزء أو أول خلينا نقول شحنة من من إنتاجية أو من خير هذه الحملة اللي هي خيرها من الناس من المجتمع اللي هو شارك وسلم وعطى أدوية ما محتاجينها للناس المحتاجة، وبالإضافة إلى هو شارك في حماية البيئة حماية المجتمع اللي هو يعيش فيه. صحيح. بس نذكر دكتور علي المستمعين كيف واحد ممكن يتبرع أو يرجع الأدوية المنتهية الصلاحية اللي عنده، ما هي القنوات الموجودة؟ أي واحد ممكن يتجه لأي صيدلية تابعة للهيئة سواء كان في مستشفى أو في مركز صحي أو في عيادة في أي وقت في ساعات دوامهم. طبعا المستشفيات 24 ساعة، بعض المراكز مثل البرشة بن عبد الحم 24 ساعة. صحيح. بعض العيادات والمراكز من صبح لين بالليل. أي وقت يشوف نفسه فاضي جنب البيت أي مركز أو عيادة تابع لهيئة الصحة يأخذ الأدوية يأخذ الكيس يوديهم هناك، ممكن يوجه لي سؤال أو سؤالين للتأكد كيف مثلا خزن الأدوية احتفظ فيها أساسا التأكد إن سلامتها أو هل هي سليمة أو غير سليمة. صحيح. في بس نسلمها طبعا احنا نكون شاكرين له وطبعا هذا يكون هو أول شيء طبعا الثواب والهذا أنه شارك في الحملة وشارك في وفي نفس الوقت هو حمل بيئة حتى لو هو سلم أدوية من تحت الصلاحية هو تخلص منها بالشكل الصحيح. صحيح صحيح دكتور. طبعا دكتور علي على السريع بنسأل بس بخصوص الحين هالفترة هو فترة سفر ما شاء الله الناس كلها مسافرة، فممكن تعطي نصيحة للمستمعين عن كيفية حمل الأدوية معهم لما يسافروا، الناس اللي عندهم أمراض مزمنة ضغط سكر وكوليسترول، شو النصيحة ممكن تعطيهم هم شالين أدويتهم معهم في السفر؟ أهم شيء إن الناس تقع فيه شيئين يعني شيء الأول طبعا أو أهم شيء هو التخزين. يعني ممكن يأخذ أدوية ممكن هي تخزن في ثلاجة أو في مكان بارد. صحيح. ويخزنها في مكان خاطئ أو العكس يعني هو من يشيلها في الشنطة في الهاندباج ومسافر على الطيارة أو مثلا يشيل شيء يعني هو يقول له مثلا حطه في ثلاجة هو ياخذه ما يحطه في ثلاجة من كثر ما هو يعني مهتم بالشيء يحطه مثلا في الفريزر اللي هو جمد الدواء فطبعا خرب الدواء. فاحنا يجب اول شيء اهم شيء في او في هذا هو التخزين. صحيح. في بعض الاشخاص احنا داخلين على صيف الحين بعض الاشخاص ياخذ الدواء ويخليه في السياره مثلا ويخزنه في السياره مثلا مده طويله. صحيح. هذا طبعا الشمس يعني احنا عندنا الدواء يتاثر بالضوء بعد. صحيح. الحراره ففي ضوء عنده بعض الأدوية طبعا هذا احنا هذا اهم شيء هاي اول شيء بعض الأدوية تكون غالية جدا. صحيح. وبعض الأدوية تكون متأثرة بالضوء ف يعني انا اعتقد اهم شيء ثاني انهم طبعا الناس اللي بتسافر تاخذ يعني ممكن مثلا تسافر شهر ممكن شهرين. اوكي
هذه المدة يعني تأخذ مدة تأخذ أدويتها، فما في داعي مثلا تأخذ والله أكثر من المدة صحيح. اللي هي محتاجة تنهى، لا هي موجود الأدوية تجي تأخذها، وهذا من سواء تخليها هني تخزنها في بيوتها أو تخزنها مثلا في أو تكون موجودة هنا من المستشفيات. هذا أهم شيئين. والشيء الأخير طبعا يجب أن كل شخص ما يشارك الشخص الآخر في أدويته صحيح. يعني مثلا ما يكون والله هو عبارة عن جمعية نتم نشارك بعضنا البعض، فمتأخر احنا نضيع صحيح. ممكن او انا اوصف له والله واحد عنده ضغط اعطيه دواء اللي انا اخذه صحيح. او واحد عنده سكر اعطيه دواء انا، والله نفع وياي بينفع وياك انت صحيح. فهذه من الاشخاص يعني اللي هي وصف الادويه من صلاحيه الاطباء صحيح. وصرف الادويه من صلاحيه الصيادله، واستخدام الأدوية للمرضى صح. بس مش وصفها أو صرفها صحيح. احنا شاكرين لك دكتور علي السيد مدير إدارة خدمات الصيدلة بهيئة الصحة في دبي، كان لقاء جدا جميل معاك، وإن شاء الله نتمنى مزيد من التقدم للصيدلة، وإن شاء الله نستقبلك المرة الجاية في برنامجنا بخدمة جديدة نفس ما بدينا خدمة الصيدلية الذكية إن شاء الله. شكرا دكتور. شكرا لك. أيمن نعطي دقيقة بس أقرأ رسائل الإنستغرام في أوكي عشان الناس ما تزعل علينا. السلام عليكم. عليكم السلام. Is there any vacancy? You can apply. Mashallah, DHA Dubai very good. شكراً. يقول DHA مسوي شغل زين. شكراً. صباح الخير دكتور ندى من سيشل. صباحكم نور. كم درجة الحرارة في سيشل؟ شو الجو؟ صباح الخير منورة. شكراً. صباح الأنوار. حلو الراديو المرئي. هي إحنا راديو مرئي. مرئي على الإنستغرام. زين. في سؤال. بنت أختي فيها إمساك من 3 سنوات وجربنا التحميلة والدواء. اللي هو دواء اسمه دوفلاك بس ما شيء فايدة، شو الحل؟ طبعا الإمساك عرض جدا شائع وجدا عام، يعني في وايد أمراض داخلية يكون عرضها هو الإمساك. أول شيء لازم نعرف العمر. الإمساك يختلف مفهوم بعد من شخص إلى آخر، يعني ممكن هي طبيعة جسمها أن تروح الحمام مثلا مرة في اليوم أو مرتين في اليوم حسب الحالة المرضية، فلازم نعرف كم العمر، شو التاريخ المرضي مالها، شو المقصود بالإمساك. الإمساك مثل ما قلنا كلام عام، يعني لازم ناخذ بالضبط كم مره تروح الحمام، شو طبيعه جسمها اصلا من قبل، كم مره كانت اصلا تروح الحمام. اذا الامساك شديد عندها من زمان الافضل تسوي ممكن تسوي لها تصوير البطن عشان نشوف عندها مشاكل في القولون او لا، تتحول على طبيب باطنيه للاطفال اذا هي بنت صغيره، تروح باطنيه اطفال نشوف شو المشكله، ممكن عندكم عندنا امعاء الكسلانه اللي هي ما تصرف الجسم بشكل سليم. ففي وايد أشياء لها علاقة بالإمساك. إذا ما شفتوا طبيب باطنية للأطفال أنصحكم، إذا هي طفلة شوفوا طبيب باطنية للأطفال. إنزين يلا وصلنا لنهاية فقرات برنامجكم برنامج صحة وسعادة، إن شاء الله كانت حلقة مفيدة وجميلة لكم، وهذه محدثتكم دكتور نادى الملا، وفي الإخراج أيمن سرحيل وبعد عيسى سبيل معانا مخرجين ومذيعة. شاكرين لكم حسن الاستماع ونراكم غدا، وإلى الغد نقول دمتم بصحة وسعادة. صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي.